قطاع النقل، التنسيق المستمر مع مصالح الأعصاب الجوية وكل الأجهزة المعنية لمخطط المكافحة قصد الأمن الاستباقي من خلال الاستغلال الجدي لمؤشرات درجة الحرارة واتجاهات الرياح. وضع خطة عملية للتسخير السريع لوسائل النقل المخصصة لدعم أجهزة المكافحة عند الضرورة كحافلات نقل أفراد وشاحنة نقل أتات. قطاع الطاقة والمناجم، مراقبة وصيانة كل الشبكات الكهربائية العابرة للوسط الغابي والمساحات الزراعية الكبرى مع فتح أنوقة وقائية تحت هذه الشبكات تكون خالية من النباتات والأعشاب اليابسة لتفادي اندلاع النيران، وهذا بسبب الشرائح الكهربائية وسقوط المفاجئ للكوارث. قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، برمجة المواعيد التحسيسية على مستوى المجال في أيام صلاة الجمعة لفائدة المواطنين بالتنسيق مع مصالح حماية المدينة المحافظة الغابات حول المحافظة على الثروة الغابية والوقاية من الحرائق مع إسهامهم في الحس المدني. وشكرا على حسن الإسماع والمتابعة.